أني أقرأ على مسامعكم آخر المواقف الدولية. إسماعيل هنية يقول أو يدعو أحرار العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة صريحة للمجزرة أولى المواقف العربية والإسلامية. قطر والسعودية والأردن والتركية أصدرت بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني. كذلك السيد إسماعيل هنية قال إن من ارتكبوا مجزرة المعمداني اليوم هم أنفسهم من ارتكبوا مجزرة صبرا وشتيلة، وهم من قتلوا أسرى الجيش المصري عام 67. نذكر كذلك بعض المواقف في انتظار قبل العودة إلى المصلح البلدي. منظمة الصحة العالمية أدانت الهجوم أو الاستهداف للمستشفى الأهلي مستشفى المعمداني بغزة وطالبت بحماية المدنيين والمرافق الصحية. رئيس الوزراء الكندي قال إن قصف المستشفيات أمر محظور، ما حدث في غزة أمر فظيع وغير مقبول، وحماس قالت إن قصف المستشفى جريمة حرب ترتكبها أداة القتل الصهيونية. قبل أن نعود للبث مباشر دكتور عبد الحميد، هل من تعقيب على هذه المواقف الدولية وهذه الإدانة؟ يبدو أن هذه الجريمة ستشكل يعني تحول أو كشف إن كانت مكشوفة لدى كثيرين جرائم الصهيونية، ويكشف ربما حالة التخبط بعد الصهيوني بعد 11 يوما من طوفان الأقصى. أكيد طبعا أحرار العالم والضمير العالمي خلاف الحكومات الغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أحرار في العالم طبعا الأمر يؤثر فيهم، ويعني الأمر فظيع على الأرض، ولا يستطيع هؤلاء الأحرار أن يتغفلوا عن هذا الأمر. أمر طبعا ضد كل مفهوم إنساني وكل مفهوم للشرعية الدولية. هذا أمر طبعا ردودهم متوقعة، وإن كانت ليست على مستوى الحدث، المستوى الحدث كارثة. نعم، جريمة كبيرة. يعني لو قارناها دكتور ازدواجية البكائيات حول الأسرى، وإن كانوا لم يتم لضربهم، مقاربة ما يحدث الآن البكائيات حول الأسرى في الأيام الأولى. أولا احنا قلنا في الأول أن ما تقوم به أو أيا كان في أي زمان المقاومة يعني شرعي بكل الوسائل، قانون دولي أو شريعة أو أي شيء. كل الشرائع السماوية والشرائع القانون الدولي تتيح للمقاوم أو الذي تحتل أرضه أن يقاوم المحتل. فهذا أمر. ده بالإضافة وزاد عن ذلك أن الصور التي بثتها المقاومة عن طريق تعاملهم، نعم، الإرهاقي يعني إنساني مع الأطفال ومع المرضى، هذا أمر كان سابق على هذه الوحشية في التعامل من جانب القوات الإسرائيلية. نعم. القوات الإسرائيلية عندها بنك أهداف. الأصل الآن أن يتم من أحرار العالم والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة على رأس ده كله، أن يتم توقيف الآلة الجهنمية الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف، لأنه هذا انتقام غاشم، وإسرائيل بتنتقم انتقام طبقا لمفهومها الوحشي. نعم. عبر تاريخها. نعم. هتنقرأ مجددا بعض المواقف الفورية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يدعو قال أدعو أهلنا في الضفة والقدس والداخل إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل. كذلك من التصريحات الفورية، رئيس المكتب السياسي لحماس مرة أخرى هنية يقول إن المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا. يقول كذلك إسماعيل هنية إن العدو واهم إن ظن أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام. وقال كذلك أدعو شعوب الأمة العربية الإسلامية إلى الخروج تنديدا بهذه المجزرة الوحشية. تظاهرات حاليا في رام الله بالضفة الغربية تنديدا بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قصف غزة. ونعود